بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم. حلقه النهارده باذن الله تكون عن كيفيه فتح الايباد المغلق، سواء عن طريق مغلق عن طريق باسورد، او حتى لو انت بتجرب انك انت تفتح الجهاز بتاعك عن طريق الفيس اي دي ومش هيفتح معاه. هنشوف بكل سهوله وبضغطه واحده ازاي انك انت تحل المشكله دي وتفتح الجهاز بتاعك مره ثانيه وتعمل باسورد جديد وفيس اي دي جديد بدل اللي فيه مشكله عندك مش هيفتح معاك الجهاز. طريقه سهله جدا وطريقه بسيطه، كلها بتحتاج ضغطه واحده، مش هتاخد معانا بعض الوقت. فتعالوا مع بعض نروح على المكتب ونشوف ازاي نفتح الايباد المغلق بطريقه سهله جدا بطريقه بسيطه وبضغطه واحده. يلا بينا. ودلوقتي كل عليك عشان تقدر تفتح الايباد بتاعك مره تانية وتحل المشكله اللي عندك، سواء رمز المرور او حتى الفيس اي دي، انك انت هتحمل اداه جميله جدا، هي اداه تونر شير فور يو كي. هتلينك لك الرابط بتاعها في صندوق الوصف. كل عليك بعد ما تخش على الرابط، زي ما انت شايف ده الموقع بتاع الاداه. الاداه زي ما انت شايف بتحل مشكله رمز المرور المكون من 4 ارقام او 6 ارقام، كمان بتحل لك مشكله الفيس اي دي سواء على اجهزه الايفون او حتى اجهزه الايباد. يعني بكل بساطه الاداه من خلالها تقدر انك انت تفتح الجهاز بتاعك مره ثانيه مهما كان اللوك اللي معمول. كل عليك بعد ما تنزل تحت شويه، زي ما انت شايف البرنامج بيشتغل على جميع الانظمه زي ويندوز 7 و8 و8.1 وويندوز 10 وحتى كمان ويندوز 11، وكمان في نسخه من البرنامج بتشتغل على اجهزه الماك. لو انت الجهاز بتاعك بيعمل بنظام الماك تقدر انك انت تحملها. كل عليك هتضغط بس على كلمه تجربه مجانيه عشان تبدا تحمل البرنامج عندك. حجم البرنامج صغير زي ما انت شايف، مش مكمل حوالي 2 ميجا. هنبدا نخزنه وليكن عندنا على الديسكتوب على سطح المكتب، ونضغط هنا على سيف وبدأ التحميل عشان يبدأ يتحمل معانا على طول. بعد ما بيتحمل عندك البرنامج، كل عليك عشان تقدر تسطبه ده بالكليك عليه. بعد كده بتضغط هنا على انستول سيتنج وبتبدأ تختار اللغة اللي انت عايز يكون عليها واجهة البرنامج. البرنامج داعم لغات كتير جدا زي الانجليزية والعربية والفرنسية وبعض اللغات التانية. انا اختار اللغة العربية وضغط هنا على كلمة التثبيت وهيبدأ يثبت معايا على طول. دي من افضل الادوات او من افضل البرامج اللي زي ما قلت لك بتحل لك جميع مشاكل القفل اللي موجوده عندك سواء على اجهزه الايباد او حتى على اجهزه الايفون، وكمان بتقدر انك انت من خلالها ان هي تعمل لك ازاله لمعرف ابل كمان لو عندك مشكله فيه. هنتظر مرحله التسطيب تخلص. تمام كده، خلاص البرنامج اتسطب معانا وعمل لك شورت كات على سطح المكتب. كل عليك عشان تبدا تشغله تضغط على كلمه بدايه. تمام كده البرنامج فتح معانا، ودي وجهه البرنامج اول ما بيفتح معاك. زي ما انت شايف البرنامج فيه مجموعه ادوات جميله جدا زي مثلا فتح قفل الابل اي دي لو انت نسيت الابل اي دي بتاع الجهاز بتاعك، تجاوز ام دي ام، عندك كمان هنا ازاله دخول ميزه مده استخدام الجهاز ومدير كلمات السر، وعندك كمان ازاله قفل التنشيط على الاي كلاود. كمان عندنا هنا الخاصيه اللي هنشرحها النهارده، وهي فتح رمز المرور الخاص بالايفون او حتى الايباد. يعني الخاصيه دي بتشتغل على اجهزه الايفون وكمان على اجهزه الايباد، الشرح اللي هنطبقه دلوقتي. زي ما انت شايف انواع القفل اللي بينزلها، زي قفل الشاشه، رمز المرور المكون من 4 ارقام او 6 ارقام زي ما قلت لك، معرف اللمس، الفيس اي دي لو انت كمان الفيس اي دي مش شغال عندك، ما بيرضاش يفتح معاك ونسيت الباسورد ومش عارف تخش حتى من الباسورد او حتى الفيس اي دي. فكل اللي هتضغط على كلمه ابدا في الفتح ضغطه بالشكل ده. بعد كده في الصفحه دي بيقول لك وصل جهازك بواسطه اليو اس بي، وبعد كده ابدا دخل جهازك في وضعيه الاسترداد زي ما هو شرح لك ووضح لك كل جهاز ازاي انك انت تدخله في وضعيه الاسترداد. فهنبدا ندخل جهازنا في وضعيه الاسترداد دلوقتي عشان نكمل بقيه الخطوات. تمام، وبعد ما دخلنا جهازنا في وضعيه الاسترداد زي ما انت شايف ظهرت لنا الصفحه دي، فيها اسم الجهاز بتاعتنا والاصدار بتاعه. مطلوب مننا دلوقتي نحمل احدث اصدار من اصدارات الاي او اس المتاح لجهاز الايباد بتاعنا. فكل عليك تضغط هنا على كلمه تحميل عشان تبدا تحمل احدث اصدار من اصدارات الاي او اس الموجود او المتاح للجهاز بتاعك. او انت لو عندك البرنامج مثلا الملف الثابت اصدار الاي او اس موجود عندك على الجهاز كنت محمله قبل كده، ممكن انك انت تعمل له استرداد وتبدا انك انت تشتغل عليه. فانت تضغط هنا على كلمه تحميل وتبدا تحمله، طبعا على حسب سرعه الانترنت عندك هياخد بعض الوقت، يا اما انك انت تعمل استرداد للبرامج الثابته المحليه لو انت عندك اصدار الاي او اس موجود عندك على الجهاز. انا عندي موجود على الجهاز، هبدا ان انا استرعيه عندي على الجهاز على طول. هضغط ضغطه هنا بالشكل ده. بعد كده طالما الملف سليم هضغط هنا على كلمه ابدا في الازاله على طول، وزي ما انت شايف على طول البرنامج جاري ازاله رمز الشاشه، مش هتتدخل في اي حاجه خالص، هيبدا الجهاز مع نفسه ويعمل اعاده تشغيل اكتر من مره، ويبدا ان هو ياخد المرحله اللي انت شايفها دي، مجرد ما يخلصها هيبدا الجهاز يفتح معاك مره ثانيه. فانت بتنتظر لحد ما يخلص خالص، هو بيعدي على حوالي مرحلتين بيسيبه لحد ما يخلص خالص، وبعد كده يبدا يفتح لك الجهاز ويطبق بقيه الاعدادات عشان تبدا تفتح الجهاز على طول. فما تتدخلش في اي حاجه، ننتظر بعد الثواني البسيطه وهيبدا دلوقتي على طول البرنامج يخلص معانا. العمليه ما بتاخدش حوالي 10 دقائق بالكتير ويكون الجهاز فتح معاك. تمام كده خلاص، تم ازاله رمز الشاشه بنجاح، كتب لك هنا منجز. لو رحنا دلوقتي على الايباد بتاعنا هنبدا نرفع الشاشه لفوق، ندخل اللغه والدوله، نضغط هنا على الاعدادات يدويا. بعد كده هتبدا انك انت تضيف شبكه الواي فاي عشان تكمل الخطوات. بعد كده زي ما انت شايف طبعا هيطلبك بالاي كلاود بتاع الجهاز بتاعك، هتبدا تضيف الاي كلاود، تضغط هنا على متابعه. بعد كده هنا عدم استخدام، هنا بالنسبه لكلمه المرور خلاص خيارات رمز الدخول بقت موجوده عندك، تقدر تضغط كده بالشكل ده ضغطه هنا وتقول له عدم استخدام رمز دخول. بعد كده عدم استخدام رمز دخول مره ثانيه. بعد كده هنا بالنسبه لو عندك نسخه احتياطيه ممكن انك تستعيدها، انا هقول له لا تنقل التطبيقات ولا البيانات. طبعا هنا بالنسبه لابل اي دي ممكن تضغط على نسيت كلمه السر او لا املك، تضغط على ضغطه بالشكل ده. هنا الاعدادات لاحقا في الاعدادات، عدم الاستخدام، ووافق على الاتفاقيه، متابعه،
البدء خلاص كده فتح معانا الجهاز، وبقى الجهاز دلوقتي معلوش اي قفل، لو قفلته وفتحت مره تانية هيفتح بدون ما يكون عليه باسورد ولا قفل للجهاز، وكده فتحنا الايباد بتاعنا بكل سهوله. وبكده زي ما شفنا بكل سهوله قدرنا نفتح الايباد بتاعنا ونحل المشكله بتاعت نسيان الباسورد او حتى ان هو مش راضي يفتح من خلال الفيس اي دي. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. يا ريت نشرها في شير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.